هتقول عليا مجنون اذا قلت لك انك ممكن ما تروحش الجيم وما تعملش دايت وتعيش سعيد من غير امراض. هقول لك ازاي. في علماء راحوا للمناطق اللي هي الناس بتعيش فيها بيعمروا السن كبير وشافوا عاداتهم، وسموهم 5 مناطق في العالم، سموهم المناطق الزرقاء، جزيرة في اليونان ومكان في إيطاليا فوق الجبل، وجزيرة في اليابان، ومكان في كوستاريكا، ومكان في كاليفورنيا. دول مشتركين ان هم قريبين من البحر طبعا، والحاجة التانية ان في شمس وتهوية جيدة في الاماكن ديت. الناس دول ما بيعملوش دايت، لكن هم اللايف ستايل بتاعهم، ودي اهم حاجة، اللايف ستايل بتاعك وبتاع لازم يتغير زي الناس ديت، ان هم يبقوا دايما في حركة. يعني لو جات لك مكالمة تعملها وانت ماشي، الاسانسير ما تركبوش، تركن عربيتك بعيد، الحاجات دي كلها مهمة. الاكل بقى بتاعهم بياكلوا 80% بيملوا بطنهم، لان المخ دايما على ما بيرسل لك الرسالة انك شبعت انت بتكون كلت 120%. المخ بطيء في الحكاية ديت. فده بيفكرنا برضك تلت وتلت وتلت عندنا. الحتة التانية عندهم بيروحوا يصلوا وفقا لأي ديانة هم فيها، بيروحوا يصلوا على الأقل مرة في الأسبوع، فلقوا إن دي بتزود العمر من 4 ل 14 سنة. سبحان الله. يعني عندهم زي صلاة جمعة عندهم بقى بتاعتهم. زي ما قلت كده هوت، النباتات، الحاجات، الخضرة، المكسرات، البقوليات، 3 حاجات دول هم بيعيشوا عليها بشكل كبير. عندهم هدف في حياتهم، بيصحوا كل يوم عشان لو ما عندكش هدف يبقى انت ايه، هتفكر بقى في اللي يزعلك والحاجات ديت، فلازم تبقى ايه مشغول. فكل يوم بيبقى عندهم هدف يعملوه بس، فبيحوطوا نفسهم بناس تساعدهم. يعني المجموعة اللي هم فيها بيبقى، المنطقة اللي هم فيها بيبقى كل الناس بتعمل نفس البراكتس، فتلاقيهم كلهم ما بينجذبوش لحد تاني يشدهم لحاجات تانية تضرهم. في حاجة تانية ان هم بيناموا الظهر. يعني ايه؟ بياخدوا ناب كده يعسلوا كده او غفوة الظهر بس.